زياد من مليار درهم قيمة الدعم الجديد الذي منحه البنك الدولي للمغرب، قرض ثالث يواكب مراحل إنجاز البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة ويتوخى تأهيل القطاع إضافة إلى أهداف أخرى. الحق في المعلومة، وبالتالي سيتم نشر كل الاتفاقيات التي ستتم مع المقاولين الذين يشتغلون في هذا المجال. النقطة الثانية وهو كذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنقطة الثالثة وهو كذلك التطوير فعالية وتوسيع هذا المحطة.